إذا 2A كان الدايفرام، 2B راح يكون إشي اسمه بيلوز. عارفين البيلوز شو هم؟ الكير، إحنا بنقول الكير اللي هو إشي زي هيك مثلاً. هلا هاي لو انا حطيت عليها ضغط من هون او حطينا عليها بريشر من هون مش رح تتوسع وترجع، او زي الاكورديون اذا بدك تفكر فيها زي الاكورديون نفس فكره. لا انا هون شو اللي عملته؟ عمالي انا بعمل السيستم ليس ستيف بحيث يصير في عندي سنسيتيفيتي اكثر، فبصير عندي مور مليمترز بير باسكال. مش رفعنا هيك مليمترز بير باسكال؟ يعني صار عندي مليمترز اكثر بير باسكال، اذا حطيت 1 باسكال بصير مليمترز اكثر، لما بزيد السنسيتيفيتي القراءه تبعتي بتصير احسن. فعم نرفع السنسيتيفيتي بالطرق هاي اللي موجوده هون. والطريقه الثالثه اللي هي البوردون تيوب 2C. البوردون تيوب شفتوه، هو البوردون تيوب عباره عن تيوب، لكن التيوب هذا قبل ما اقطعه بعمل السكشن تبعه اوفر. اذا كان عندي تيوب زي هيك الكروس سكشن تبعه، بحول الكروس سكشن تبعه بصير هاي هون اوفل او اليبس اذا بدك تفكر فيه. فاحنا التيوب قبل ما نقصه ضغطناه بهذا الشكل. هلا لو انا حطيت بريشر على هذا الاوفل ايش بحاول يعمل؟ بحاول يرجع دائر. هذا هلا التيوب اللي جبته من هون، هلا هون هذا بعد ما عملوا اوفل بهذا الشكل نطعج. زي فرجيتكم هذا الفيديو بتذكروا شفناه اللي وطعج من هون. هلا هذا بتحول لسي، لحرف سي. اذا حطيت ضغط عليه من هون شو بحاول يعمل؟ بحاول يرجع يفتح. هلا هذه هون طبعا المحاول فتح وعم يحاول يرجع خط مستقيم، فهذا رح يصير في عندنا ديفليكشن. بنثبت هاي الجهه وهاي بنكون مثبتين مركبينها على بوينتر. في اكثر من نوع من انواع البوردون تيوب، ممكن يكون سي زي هيك. عندنا 2C البوردون تيوب، ثلاث انواع بوردون تيوب. في عندنا سي تايب، في ممكن يكون كمان سبرينج. نفس الشيء هون بنركب بوينتر، وهون بيكون عندي البريشر من البروسيس. شو ميزه هذا السبرينج على السي؟ مور سنسيتيفيتي، بعطيني سنسيتيفيتي اعلى، يعني راح يصير لنفس البريشر هذا راح يعمل ديفليكشن اكثر ما يعمل السي تيوب. والنوع الثالث اللي هو هيليكال، بلف السي تيوب بهذا الشكل، البوردون تيوب عفوا بهذا الشكل. بلفه به، يعني هو بيشبه الى حد ما هذا، بس هذا صار يتحول كانه زي سلندر، فهذا اسمه هيليكال. هيليكال من هيليكس. وهذا سبرينج، وهذا سي. اختلاف بين هذول انه هذا بيرفع السنسيتيفيتي، هذول بيعطوني سنسيتيفيتي اعلى من الـ الاساسي اللي هو السي تيوب العادي.